عليكم أخي العزيز أختي العزيزة، مساء الخير، مرحبا بكم. عبرت عليكم شي شوية ولكن اليوم عدنا من جديد باش نودعوا هاد السنة سنة 2021 كاملين وجميعا. نستقبلوا 2022، سأل الله نستقبلوها بالخير والبركة. إخواني أخواتي، أخوكم بالعمارة غبر عليكم، كانوا بعض المشاكل وبعض الأمراض، ولكن الحمد لله كل شيء كيدوز ربي، كل شيء كيدوز كما يرام، ولكن الحمد لله ونشكره على كل شيء من عنده. إذا إخواني سمحوا لي بزاف، لأن بعد الفترات اللي غبرت عليكم فيهم وما شرحتكمش بعض الحويجات اللي وقعوا لكم في بعض الأشجار، مثلا بالأخص الأفوكادو اللي عندها بزاف ديال الفترات اللي كيكونوا مزيانين وخايبين. إذن اليوم غادي نقول لكم، أولا غنقول لكم اليوم غادي نقول لكم تحياتي من القلب. أهلا وسهلا بأخي المشاهد وأختي المشاهدة، أقول لكم بأنما وداعا 2021 إلى ذا السيئة، نتمنى إن شاء الله تجي 2022 بالخير والبركات والأزهار. سنة سعيدة للجميع، بوناني بونانيت، تبارك الله عليكم، الله يجعل ربي يدخل هذه السنة أي واحد فرحان بشي حاجة بغي يقضيها، الله يقضي حاجتكم. إذا إخواني أخواتي، أخوكم بالعمارة، اليوم غادي نتكلم لكم على شنو هما الحوايج اللي محتاجة بهم شجرة الأفوكادو في هذا الوقت بالضبط. حنا هاد 15 يوم أو 10 أيام دازت عندنا بالشتاء، تبارك الله ما شاء الله، ربي يعطيها لنا على قد النفع، الله يعطيها لنا على قد النفع، والله يزيدنا منها على قد المستوى ديالنا اللي محتاجين بها. إذا الأفوكادو كاينه بعد الثمار اللي مازال في الأشجار، وكاينه بعد الناس اللي حيدوا الثمار ديالهم. اليوم غادي نقول لكم بأنما كيفاش نقدروا نعالجوا الشجرة ديالنا في هاد الشهر ديال شهر 12 في الاخر ديالو وشهر 1. دابا حنا نقدروا نبداو ابتداء من الغدا، لان خرجت الشميشه نهار مشمش اليوم، وابتداء من اليوم راه غادي تكون الشميشه واحد المده ديال 10 ايام اللي هي باينه لنا في التوقعات الجويه، لان هاد الايام هادي جايه مزوهره مشمشه والارض شبعات ماء والاشجار كلها مشبعومه. اذا غيبقى لنا بعد الحويجات اللي خصنا نديروهم ونزيدوهم او نضيفوهم لشجرة الأفوكادو. أول حاجة اللي غنبداو فيها وهي غنشرح لكم ما هي الشجرة اللي كتنعس وكيف الشجرة اللي مكتنعش. يا إخواني دائما كنشرح لكم هذه القضية ديال النعاس، ما كاينش شي حد تحت الأرض كينعس أو لا فوق الأرض كينعس، قدروا حنا كنعسوا ولكن كنفيقوا، ولكن بالنسبة للأشجار ماشي كينعسوا. خص بنادم يعرف هذه القضية هذه، راه ماشي الشجره اللي كتنعس، راه الشجره الجذر ديالها كيقوى عليه الماء بزاف وما كتبقاش تعرف كيفاش دير تاكل، كتوقف الماكله من تحت، كتكون هي دايره بحال الشكل ديال النحل. النحل كيخزن العسل ديالو باش يحتاجو في هذا الوقت ديال البرد. اذا الشجره راه مخزنه الماكولات ديالها والادويه ديالها والماء ديالها الكافي اللي غاديه تبدا تاكل منه دابا. إذا الشجرة إلا كانت عندنا مازال حاملة فيها ثمار، خصنا ضروري نطعموها ببعض الأدوية أو لبعض المأكولات اللي خصها تاكلها، ماشي من تحت. من تحت غتولي عندنا 20% ديال الماكلة بعض الأدويات اللي من بينهم الأملاح ولونغري، بعض الأنواع ديال اللونغري، راكم كتواصلوا معايا وكنشرح لكم شنو هو الأملاح وشنو هو اللونغري، ولكن كاينه بعض التسميد اللي هو تسميد اللي هو الغبار، اللي كنقول ليه الغبار اللي هو الروت للاغنام والابقار. بعض الاخوان اللي باقيين كيسولوني على شنو هو الغبار او التغبير، الغبار حنايا بالنسبه للمغاربه او للمغرب كنقولوا الغبار هو التغبير، هو الغبار هو التسميد. هذا الغبار هو الروت ديال الاغنام او الابقار او الخيول، الحمير، المعيز. كاينه بعد الغبار اللي كيتصاوب كيتصاوب يعني ناتورال او لا عادي، او لا مثلا كيجيبوا الخضره بزاف كيجمعوها والوراق ديال
ديال جميع النباتات وكيخلطوهم وكيديروهم في الماء او لا كيديروهم في واحد البرامال وكيخرجوا منه بعض الادويه ولا بعض الغبار. كاينه مثلا الجذوره ديال الغابه والورقة الغابه وهذاك الشيء وكيديروا لي ثاني نفس العمليه. كاينه بزاف العمليات بلا ما ندخلوا في هذه المواضيع لان كاينه ناس اخرين مهتمين بهذا الشيء. اذا كاينه بزاف ديال الطرق باش نصاوبوا التسميد ديالنا لجميع الفلاحه، ولكن احنا الحمد لله عندنا الفوسفات في المغرب معروف، جميع الانواع ديال الفوسفات راها كاينه، يعني جميع التسميد. اذا احنا كنقولوا بان ما خصنا نغبروا هو الروض ديال الاغنام والابقار دابا في هذا الوقت هذا. اللي ما دارش في شهر 10 خصو يدير في شهر 11، واللي ما دارش في 11 يدير في 12، واللي ما دارش في 12 خصو يدير في 1. الا فات واحد كيتسمى تخلى على الشجره، ما عطاهاش الحق ديالها والقانون ديالها. اذا وصلنا للتسميد. بالنسبه للدول الاخر اللي غنزيدوها او المأكولات اللي غنزيدوها الشجره، هو غنزيدوا الادويه والماكله من الفوق ديال الشجره، لان دابا خرجت الشميشه. دابا غنبقاو نداويو ما بين ال 12 غرينيتش حتى ال 5 غرينيتش او حتى السادسه غرينيتش. اذا نهضروا بغرينيتش لان كاين بعض الاخوان عندهم الساعه زائد والناقص والعالم شويه تخربق، ولكن حنا نهضروا بالغرينيتش. غرينيتش راه معروف. اذا الى جينا نعطيو ونطعموا هاد الشجره ديالنا، دابا الشجره ديالنا كيبان لكم الكولور ديالها بدا كيتبدل، بدا كيصفار او لا بدات كتعطي البيوضيه ولا بدات واحد الخضوريه باته او لا بعض الاوراق كيبداو يتحرقوا من الحاشيه، ولا كاين بزاف ديال الانواع، او لا كيبان لنا مثلا الشجره مازال فيها الحبوب خصها نعطيوها شويه ديال الماكله باش الحبوب يبقى في بلاصتو. ولكن الا دوزنا لها الماكله من تحت ديال الجذر ديالها اللي هو التوكال، هنا غيكون عندنا المردوديه ناقصه، يعني بحال نقولوا مثلا ما تاخذش هذاك الشيء كامل، لان هي الجذر ديالها شبع ما ووقف الماكله ديالو ما يقدرش يعرف الماكله ياكلها كامله، خاصها تجي شويه ديال السخانه وشويه ديال الشميشه باش تولي الشجره محتاجه بالماكله وغيخرج الجذر ديالها باش يبدا يقلب على الماكله والماء والغبار. اذا دابا حنا محتاجين تقريبا ثلاثة ديال الحوايج أو أربعة ديال الحوايج. أول حاجة خصنا البور، وخصنا الزنك، الفوسفور، وخصنا المار، والبوتاسيوم. هاد الأنواع هادو خصنا نجيبوهم كأدوية رشان، يعني شحال من واحد كنقول له داوي عاد بالو دواء مثلا راه كاين تال تحت. لا، ملي كنقولو حنا بالمغربية أولا في المغرب كنقولو الدواء، يعني هي واحد الحاجة غنداويوها غنرشو من الفوق، يا بالقربه اللي كنضربوا بها يا بالموتور اللي هو كومبريسور. اذا معروفين. ثاني حاجه باش نبدلو اللون ديال الشجره ونخليو واحد اللون ديالها مهم وما تقيسها حتى شي حاجه ونحاربوها من بعض الامراض اللي غيوقعوا دابا من المرشه، لان الشتا كتجيب خيرها ولكن كتجيب بعض الامراض وبعض الحشرات المضره. اذا خصنا نجيبو الكويفر ونجيبو الحديده. كاين بعض الناس كيقول لها الحديده كاين اللي كيقول لها النحاسه، الحديده راه معروفه اللي هي هذاك الزرق. اذا غنجيبوا الحديده وغنجيبوا الكويفر وغنحاولوا نداويوها مره في العشر ايام او لا في الخمسطاش يوم، الا تعطلنا خمسطاش يوم نداويوها كذلك في النص النهار الوسطاني في الوسط ديالو. كنسميوه بعض الناس المغاربه اللي كيقول لها القياله. القياله هو واحد الوقت اللي كيكون ما سخون ما بارد، كيتواسط الجو، او لا القياله هو كيسخن علينا الحال بزاف كنجلسوا ما نقدروا نديروا والو ما نخدموش. حنا في هذيك الوقيته دابا لان الحال بارد، هذاك الوقت ديال الوسط النهار اللي هو ما بين ال 12 حتى ال 5 اللي هما غرينيتش، خصنا نوضوا نداويو باش هو هذاك الدواء غيبس بالزربه ما يبقاش في الشجره فازكه، غتيبس بالزربه وملي كتيبس هي كتاخذوا بالزربه كتاخذوا. اذا الا بدينا نعطيوها الدواء من الفوق هما هاد الدواء ديال الرشان، غادي نعطيوها المأكولات ديالها اللي خاصها، لان دابا هي شنو دارت؟ باش نشرح بعض الاخوان اللي ما عارفينش، الاخوان الفلاحين اللي كيتلاحوا على شي حاجه ما عارفينهاش، او لا غير عنده البوط كيجي باش يبقى يهضر ويقول. وكاين بعض الاخوان بزاف اللي هما يا ما كيعرفوش باللغه العربيه، يعني كاين بعض الناس اللي هما عندهم اذاعات كيهضروا باللغه العربيه. انا فضلت باش نهضر بالدارجه لان عندي بزاف ديال الاحباب كيفهموني كيشكروني وكيعيطوا لي في الهاتف. يعني انا دابا ولا الهاتف عندي اكثر من اليوتيوب او الفيسبوك او الانستغرام او التيك توك او السيدوزي. اذا هنا الناس كيتواصلوا معايا في الهاتف اكثر، علاش؟ كيعيطوا لي بغيني يفهموا اكثر،
علاش؟ لان كنهضر باللغه ديال الدارجه المغربيه اللي هي كلشي كيفهمها، لان السيد من الصباط البوط والمدره والبالا والعتله كيجي للدار، اذا ما غيقراش او لا ما قاريش او لا ما باغيش يفهم شي حاجه اخرى اللي هي مثلا اللغه العربيه. اذا خصنا نتكلموا بالدارجه ديالنا باش يفهمونا خوتنا. انا فضلت باش ندير هذه القناه هذه نتكلم باللغه اللي هي لغتي اللي هي الدارجه المغربيه. اذا اخواني باش نقول لكم كيفاش نشرح لكم مزيان، الشجره ملي كتوقف راها ماشي واقفه ناعسه، الشجره كتوقف الماكله ديالها التحتانيه وكتبدا تاكل من الفوق، لان هي مشارجيه الفوق دايره الريزيرف ديالها او لا الخزينه، عندها الخزينه الفوق. اذا ذوك الاوراق والعواد وذوك البراعيم وذوك القليبات ديالها كيكون كل شيء خازن، وما بين الجلده والعظم ثاني كذلك خازنه بعض الحويجات. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعاونوها من الفوق لان هي بدات تاكل من الفوق. هذا هو باش نشرح للناس اللي كيقول لك الشجره نعسات، دابا الليالي نعسات او بالليل نعسات، ما نعساتش. انا باغي نحيد لكم هذه القضيه ديال النعسات. حاولوا الله يستر عليكم اخواني واخواتي، حاولوا تبعدوا هذه الهضره منكم ديال النعسات، ما كاينش حاجه كتنعس. راه الا نعسات حبستي عليها جميع الدواء وجميع الماكله ديروها نعسات، حبس كل شيء. ان شاء الله في شهر 3 اللي هو مارس او لا ابريل او لا ماي الناس عندهم الاشجار غيتزهروا وغيوجدوا وغتكون مزيانه في الطريق ديالها وغادا في الطريق الصحيح، ولكن انت غتلقى شجرتك اللي هي فاشله واللي هي باهته بزاف. اذا هنا خصنا نفهموا هذه القضيه هذه، نداويوها من الفوق بهذه الادويه اللي عطيت لكم، اللي قلت لكم خصنا نداويو هذا الدواء الرشاد من الفوق، خصنا ندخلوا الماب وندخلوا البور وندخلوا الفوسفور وندخلوا البوتاسيوم وندخلوا الكويفر اللي هو يتخلط مثلا مع النحاسه، نقدروا نداويو به من الفوق. اذا الى اعطينا مثلا البور عنده دور ديالو كيمشي كيعطيها الخزينه ديالها باش ملي تنور غيكون هذاك الشيء مزيان، والى عطينا الزنك غادي تكون ثاني خزنات لنا هذاك اللي عطيناها الادويه ديال الزنك باش توجدوا الوقت ديال النواره والاوراق اللي كتخرجوا جدادين والبراعم اللي كتخرجوا جدادين. الى عطيناها الماب، الماب عاوناها في الخضوريه ديالها وفي الورقه غتزيد ترتاح وغتزيد تجبد وغتفتح مزيان هذيك الجلده، وحتى العود ديالها غيكون مزيان وغيشد بلاصتو. الى عطيناها البوتاسيوم، البوتاسيوم غادي يعطيها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المواد اللي هي كتسناهم. باش نزيد نشرح لكم بزاف خصني بعد شي واحد الى ما عرفش يتواصل معايا غادي نشرح ليه هاد الحوايج هادو. الى عطيناها مثلا الكويفر، الكويفر كيسخنها وكيطاكي ليها الورقه باش تحمل هذيك البروده اللي جايه وهذاك الملاء يكون عليها بزاف وكيخلي ليها الورقه في بلاصتها. يعني هاد المسائل كاملين خصنا نكونوا عارفين شنو كنديروا وكيفاش غنتعاملوا مع الاشجار ديالنا. اذا حنا دابا في الاخر ديال شهر 12، حنا مقبلين على 2022، خصنا دابا ابتداء من دابا، حنا ما عندناش راس العام ولكن كنهضروا براس العام بانك سنه سعيده ومبروك عليك ولا كذا، ولكن هذا ضروري كنقولوا، يعني هذه صافي ولات لينا مزروعه علينا في الدم ديالنا، ضروري غنقولوا بوناني ولا غنقولوا سنه سعيده ولا راس سنه ولا كذا ولا كذا، لان هذا هو الواقع. اذا هذيك اللي قلت لكم بوناني راه قلتها بعض الاخوان ديالي اللي هما كاتالان اللي هما اصدقاء ديالي، وكاينه بعض الدول اللي هما كيتابعوني اللي هما كاتالان واسبان، وكنقول لهم كذلك حتى انتم انيون ويبو وبونانيت وبوناني وجميع الناس الله يفرحكم ويعاونكم ويفتح على الجميع. اذا اخواني باش ما نخرجوش من الموضوع ديالنا خصنا لازم نكونوا حاضرين وواجدين، نجيبوا هذه الماكولات ديالنا ونداويوها، على الاقل نبداو في هذه لاسيمان ديالنا نبداو نداويو باش ندوزو معها واحد 15 يوم ولا 20 يوم، ندخلوا في شهر واحد باش هي من بعد شهر واحد فاش يدخل شهر جوج غادي تبدا تخرج البراعيم وغتبدا توجد النواره ديالها او الازهار غادا تخرجهم. اذا حنا حضرنا باش نكونوا كنداويو ونفزكوا الشجره مزيان، لان دابا حنا ماشي كنداويو مثلا الحشرات، حنا كنداويو الشجره كنعطوها الماكله ديالها من فوق. نداويو الشجره مزيان، نفزكوا الشجره ديالنا مزيان. والناس اللي ما مقصوش الاشجار ديال ديالهم يمقصوا الاشجار، نضرب هذاك العود اللي غادي الفوق طويل بزاف، ونضرب هذاك التحتاني اللي هابطين بزاف، ونحاول نقص. راه كل ما نقصتي من الشجره ديال الافوكادو راه كل ما زادت في الجد ديالو، كل ما زادت خرجت البراعي. راه لاحظ شي شجره وحده ديالك من وسط الاشجار مقصها مزيان، حيد ليها تقريبا 50 سنتيم ولا 60 سنتيم من الفوق ديال دوك البراعم اللي طالعين الفوق، وحيد ليها البراعم اللي من تحت، عطيها واحد تقريبا 30 سنتيم ولا 40 سنتيم عاليه على الارض خاويه، يبقى لك القاعه باينه لك القاعه او هذاك الحوض اللي كنديرو
اللي كنحوضوا عليه اللي غنجروا هذيك الرمله نحيدوها والربيع نحيدوه ونجيبوا الغبار ديالنا البلدي نحطوه اللي هو اللي هو الروض ديال الاغنام والابقار والمعيز ونغطيوه بالرمله باش يسخنها. ومن الاحسن يكون الا كان ديال الاغنام دابا، علاش حنا كنطلبوا ديال الاغنام دابا كنطلبوا في الصيف ما كنطلبوش دابا، لان خصو يكون مخلط على الاقل مع التبن، لان ملي كنجيبوا الراوت اللي هو ديال الابقار والخيول وداك الشيء كيكون فيه التبن، يعني كيكون فيه التبن، داك التبن سخون يعني كيكون مدقدق مزيان، ماشي باقي ملصق باقي خامج، لا يكون زويول، يكون يعجبك يعني مفتوح محلول مزيان خامر مزيان. نجيبو قديم، ماشي انا نجيبو نخمرو عندي ما بقاش ليا الوقت، انا خصني نجيبو قديم هو خامر ديجا عند الناس اللي كاع تكون عندهم ملوحين هذيك الزباله. وسمحوا لي على هاد الالفاظ اللي حنا كنقولوا الزباله، هي المزباله اللي فيها هذاك الشيء كله ديال الاغنام والمعيز والابقار، كنجيبوه بالتبن ديالو باش ملي كنحطوه ونغطيوه بالرمله كيكون التبن كيسخن الشجره، كيولي الجذر عنده المساحه ديالو، عنده الهواء فين يقدر يزيد يتحرك ويقدر يرتاح باش ما يكونش عنده المبزاه. اذا الا درنا هذه العمليه هذه نقصنا من الشجره ونقصنا منها من تحت، ودرنا ليها هاد الغبار وداويناها من الفوق واحد جوج داويات في هاد الشهر 12 في الاخر ديالو وشهر واحد في الاول ديالو، غادي تكون النتيجه ان شاء الله 100%. وهاد الناس اللي كيقولوا الكينه ولا ماشي كينه، داك الشيء غير تخربيقه، راه الشجره الا كانت كايله راه ما غاديش طيح. الشجره الا عطيتيها دابا في هاد الوقت ديال شهر واحد، حنا دابا هضرنا في شهر 12، لاننا فضلت اليوم نقول لكم هذا الميساج هذا او نحط لكم هذا الفيديو باش تعرفوا بانك راه ودعنا 2021 ومقبلين على 2022 باش نعرفوا شنو غادي نوكلوا وشنو اللي ما نوكلوش. وجد راسك دابا الشميشة جات، نوض تخدم، نجر لي على الشجره ومقص لي الاشجار ديالك الى عندك العين مقص ليك، او لا جيب الناس اللي مختصين في هذاك الشيء يمقصوا لك الشجره مزيان، ينقصوا لك منها كل ما نقصوا منها كل ما غادي تكون مزيان، وعطيها الدواء ديالها وحاول توجد لها فين تلقى راسها هي تخزن هذاك الشيء عندها باش تلقى ما تعطيك ان شاء الله في الوقت ديال شهر جوج وثلاثه، لان غادي تكون نواره وغيكون بزاف عندها غادي تضر بزاف. اذا رانا قلت لكم الشجره دابا ما واقفاش، راك تاكل من الفوق وحابسه من تحت ما كتاكلش لان عندها الماء بزاف. اذا اخواني كنقول لكم بانما الناس اللي غيزرعوا الاشجار دابا الجو زوين تقدر تزرع ما كاين حتى مشكل اي تزرع، ولكن غيكون عليك بالغطاء. الناس اللي كيهضروا على الزريع غيكون عندك خصك تغطي، ضروري تغطي، لان كاين السمره وكاين الضبابه. ولكن الناس اللي غيزرعوا مباشره ما يغطي ما والو، هي في الاخر ديال شهر جوج او مارس وزيد وزيد هذوك الاوقات ملي يكون فيهم الزريعه اولا الغرس. اخواني تبارك الله عليكم، تحياتي خوتي العرب ديالنا كاملين، سمحوا لي لان كطلبوني نتكلم باللغه العربيه، للاسف كاينه بزاف القنوات اللي باللغه العربيه، ولكن انا اضطريت باش ندير باللهجه المغربيه، لان بزاف الاخوان اللي كيتابعوني باللهجه المغربيه وكيفهموني وكيعيطوا ليا كلهم كيتواصلوا معايا وعجبهم البرامج ديالي، برامج مهمين بزاف، لان ملي كيعيطوا ليا كنتفاهم معاهم. والاخوان العرب ديالنا خصكم تعرفوا بانما حنا كنفهموا اللهجات ديالكم من خلال اللغه العربيه، راه كنفهموا اللهجات كاملين، جميع المغاربه كيفهموا اللهجات، وانتم ثاني ضروري خصكم تفهمونا وتفهموا اللهجه ديالنا. سمحوا لي للاسف، واللي ما فهمش شي حاجه يتواصل معايا كتابيا غنجاوبو، او لا يعيط لي في الهاتف او لا في الواتساب غادي نجاوبو ونشرح ليه. راه بزاف ديال الخوت العرب اللي عيطوا ليا وتفاهمت معاهم باللهجات ديالهم او لا باللهجه ديالي او لا كنتكلموا باللغه العربيه، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا بكم، سمحوا لي بزاف، خوكم بالعماره، راني فرحان بكم نتوما اللي عاونتوني في القناه ديالي، القناه راه مشات بعيد، القناه راه كبرات، وبزاف ديال الناس بعد الناس اللي كاين في الدول، ناس كبار تبارك الله عليهم حيوني، وراه كيقول لي بان راه اول واحد اللي دخل هذه البرامج على الافوكادو للمغرب، واول واحد دار هذه البرامج هذو، وبرامج مهمه وناجحه. والحمد لله انا فرحان بخوتي اللي عنده صباط البوط وجيب المدره والبالا والعتله وجاي كيتصنت ليا وفهمني وكيدير هذاك الشيء اللي قلت ليه او اللي قلت في الفيديو، وكيعيط ليا وكيصيفط لي الفيديو كيقول لي شوف هذا الشيء هذا واش مزيان او لا ما مزيانش، وكيعجبني الحال الحمد لله. اللي هذا كيعيطوا ليا وكيصيفطوا لي الفيديوهات ديالهم شنو هما الحوايج اللي دار واللي ما دارش، واش خطا او لا ماشي خطا، واش صحيح ولا ماشي صحيح. تبارك الله عليكم، تحياتي، راه اللي كيتبع القناه ديالي واللي كيتبع البرامج ديالي راه غينجح 100%، وغادي تكون عندكم النتيجه وعندكم المردوديه ان شاء الله. خوكم بالعماره كيعطي برامج او لا نصائح مهمه
مجانية، أي واحد بغى يتواصل مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل، أخوكم العمارة دائما معكم، إلى متنا ترحموا لينا، وإلى بقينا بالحياة غادي نعاونكم ونوقف معكم، وأي واحد بغى شي حاجة غادي نعاونو. كنتمنى إن شاء الله هذه القناة باش نكبرها، راه شوية 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 تحركات ولكن راه ناقصة شوية، كنتمنى إن شاء الله باش القناة تكبر تولي عندي واحد المليون فيها، باش نكون أنا واحد من الأولين مغربي اللي كيكون عالميا في هذا الشيء ديال البرامج الفلاحيه. وكانوا برامج اخرين راه غادي تمشي بعيده، ولكن برامج فلاحيين كيكونوا شويه ناقصين، ما كاينش الاهتمام بزاف. ولكن شكرا لكم كامل اللي كيتابعوني، شكرا لكم بزاف، تحياتي، سنه سعيده للجميع، الله يجعل ربي يدخل هذه السنه هذه بالخير والبركه وبالعمل، وتبارك الله عليكم، وتحياتي لكم من القلب، اخوكم بالعماره مدينه مولاي سلام، كيحييكم، الى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.